السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامج أورانج. وده هيسهل كتير جدا في عرض البيانات بتاعتي، وفي جزء كبير جدا من الذكاء الصناعي. فأنا بقول له مثلا عايز أعرض قاعدة بيانات، فبتقول له فايل أو سي اس في فايل امبورت، ولو دوست هنا بيقول لك بقى أنت عايز تحصل عليها من أي مكان، ده أكتر من داتابيس. هو بيقرا من مايكروسوفت اكسل، وبيقرا من الملفات بتاعت الأوريكال، وتقدر تختار أي واحدة منهم زي ما أنت عايز. بعد كده هتقفلها، ولو في تعديل هتقول له ريلود. طيب عايز ابدا بقى اظهر الجدول، فبقول له داتا تيبل اهو، واسحب هنا، ولو دوست على الداتا تيبل هتلاقي في اختيار اسمه فيجوال نمرك، بحيث ان هو يقول لك ان ده مثلا كم في المية من القيمة نفسها بالشكل دوت. طيب ممكن عايز اشوف التوزيع، فهبدا اسحب من هنا كده واقول له مثلا انا عايز الديستريبيوشنز. لو دوست هنا هيبدأ يجيبهم لي بأشكال كتيرة، ده مثلا باريتو، ده النورمال، ده الجاما بالشكل دوت، فيبدأ يظهرهم لك، وممكن تقسمهم زي ما انت عايز. ممكن تقول له هايت بارس. طيب ممكن اقول له بقى ان انا عايز من هنا. كل دي اشكال انت ممكن تظهر بيها. ممكن سكاتر بلوت مثلا، لو جيت تبص هنا هتلاقي ان هو وضعهم لي بالشكل دوت. ممكن تظهر جريد، ممكن تظهر كولر ريجن. طيب هقفل دوت واقول له ان انا عايز هنا داتا تيبل بالشكل دوت، ولما اجي اسحب هنا تيجي تدخل هنا ما تلاقيش حاجه خالص. ليه؟ لان هو بيقول لك سيلكت داتا، فانت لازم تعمل سيلكت لبعض الداتا، وليكن مثلا هنختار بالشكل دوت. تمام، واقفل، ادخل هنا الاقي ان هو جاب لي البيانات بس اللي انا حددتها. تمام، يعني لو جيت هنا ودخلت هنا وعملت تحديد لبعض المعلومات البسيطة ودخلت هنا على الداتا تيبل، هيجيب لي بس اللي انا محدده، وتقدر تلغي الفيجوال نمرك من هنا.